مرحبا، يوم جديد وحلقة جديدة من برنامج فن نيوز بلشت. رح ناخذكم بجولة سريعة لنتعرف فيها على آخر أخبار النجوم والمشاهير محليا عربيا وعالميا. وأول أخباري لليوم عن الفنانة السورية نادين خوري، فأكدت بآخر لقاء لها أنه الدراما السورية عادت من العام الماضي للدوران بشكل أفضل من السابق، ولكن ما زالت حركتها متواضعة. وأضافت نادين أنه الدراما السورية بنقص تقديم مضمون قريب من الواقع وقضايا تمس المشاهد وحياته بشكل عام، وتمس جوانب يتم التعرف عليها من خلال الدراما. أما عن الدراما المعربة، فقالت نادين أنه ما بتشبه البيئة السورية أو العربية، لكنها حققت نجاح كبير وجماهيرية وعم تحصد مشاهدات واسعة، والجمهور عم يتفاعل معها، وهذا هو الهدف الرئيسي من أي دراما. حب يجمع باسل خياط وكارمن بصيص بموسم دراما رمضان 2024. الفنان السوري باسل خياط رح يكون بموسم دراما رمضان 2024 من خلال مسلسل نظرة حب يلي عم يشاركه ببطولته الفنانة كارمن بصيص والفنانة سارة بركة وعدد كبير من الفنانين بالوطن العربي. أما عن أحداث المسلسل فرح يكون عبارة عن 30 حلقة، ويعد العمل الدرامي الأول اللي بيجمع بين الفنان باسل خياط والفنانة كارمن بصيص، وبتدور أحداثه بإطار درامي بيجمع بين التشويق والرومانسية. والمسلسل من تأليف رافي وهبة ومن إخراج حسام علي، وتقرر بدء التصوير بلبنان بداية شهر ديسمبر القادم. خير الله موجود. رسمياً انفصال برونا بيانكاردي عن نيمار. أعلنت عارضة الأزياء برونا انفصالها رسمياً عن النجم البرازيلي ولاعب نادي الهلال السعودي نيمار، وذلك عبر حسابها بإنستغرام، وهالشي من بعد وقت قصير من ولادة طفلتهم مافي. وأكدت برونا ببيان منشور عبر الستوري أنه علاقتها مع النجم البرازيلي انتهت، وطلبت من الجمهور الكف عن ربط اسمها باسم نيمار، مؤكدة أنها مانا بعلاقة حالياً، وأيضاً أكدت على الحفاظ على علاقة ودية مع والد ابنتها. هي كانت جولتي السريعة على آخر وأهم الأخبار الفنية بالساعات القليلة الماضية. أكيد موعدي معكم بيتجدد بكرة بترندات المشاهير والنجوم المفضلين عندكم. باي.